الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم: وطن التعايش. فالحديث عن التعايش حديث يكون عن الفريضة الغائبة عند كثير من الناس، ذاك أن مفهوم التعايش له تأصيل قرآني، فهو الخارطة التي رسمها القرآن الكريم لكي يتعامل المسلم مع غيره ومع محيطه. ذلكم أن الله عز وجل كرم الإنسان وأرسل إليه الرسل وأسبغ عليه النعم، ومن خلال إيمانه بالأنبياء جميعهم، نحن نعتقد ديانة كما تعلمون أن أركان الإيمان الستة، منها الإيمان بالرسل وبالكتب السماوية، ولا يكون المسلم ولا يكون المؤمن مؤمنا ولا مسلما إلا إذا صدق الأنبياء والرسالات التي كانت قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يتعامل المسلم مع من حوله من غير المسلمين؟ وما معنى كلمة التعايش؟ تعالوا بنا لنتحدث عن الفريضة الغائبة، عن التلاقي مع غير المسلمين. قال الله عز وجل في آية يحفظها معظمكم في سورة الحجرات، وتسمعون تكرارها في غير مناسبة، قال الله عز وجل: وأرجو أن ننتبه لتضاعيف هذه الآية، لأن تضاعيفها واضحة ولأن تفاصيلها لا لبس فيها. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، ما قال يا أيها المؤمنون، ما قال يا أيها المسلمون، ما قال يا محمديون، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه هي الفريضة الغائبة، التعارف، وهي هذه الكلمة لتعارفوا تماما نقيض لتتباغضوا، لتعارفوا نقيض لتتلاعنوا لتتقاتلوا، على العكس تماما. المسلم يحترم اختيار الآخرين بغض النظر عن صحة هذا الاختيار. بمعنى، مرة قال لي أحد الكرام، قال: إن الدين عند الله الإسلام. قلت: نعم، صدق الله العظيم، ولا يوجد دين غير الإسلام. قلت: هذا خطأ وخطل. لماذا؟ لأن الإسلام جاء مصدقا لمن كان قبله. الإسلام أيها الإخوة جاء خاتما، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خاتما للأنبياء، خاتم المرسلين، وكان قبله أنبياء وكانت قبله رسالات. لما البعض لا يعرف معنى كلمة ديانة ويتشنج، إشكالية. الديانة ما أدين به، أي أتطامن أؤمن به، أنا مدين لك. القرآن قال هذا، ليس كلامي بل كلام الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. سمى الله عز وجل دين،
لكم دينكم ولي دين. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إذن كلمة الدين لا إشكال فيها، لكن بغض النظر أنت تعتقد أن هذا الدين حق أو غير حق هذا مسألة أخرى، لكن ينبغي أن تحترم اختيارات الناس واختيارات الآخرين، وهذا ما فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه، ما أكره أحدا على الدخول في الإسلام، بل كان يعرض دعوته من خلال ماذا؟ التباغض، التناحر، من خلال التعارف. أنا كيف أعرض بضاعتي حتى مع فارق القياس في أسلوب التجارة البزنس؟ يدرسون الطلاب في الجامعة أن من أبجديات التسويق أنك تقدم نفسك، من أنت أيها البائع، ما هي بضاعتك، ما هي يعني تضاعيف بضاعتك، ما هي المميزات لهذه البضاعة. إذا كان هذا الأمر يتصل بقضايا دنيوية يعرفها البسطاء، فكيف بدين فيه يعني نجاة الآخرين، فكيف بعقيدة؟ فينبغي أن تكون أولا لطيفا حتى تعرض بضاعتك، وهذا ما فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع المخالفين له. صلى الله عليه وسلم جاءه وفد نصارى نجران، دخلوا مسجده العظيم بصلبانهم، لاحظوا بصلبانهم، وارجعوا وقرأوا الروايات، دخلوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، عرض عليهم الإسلام، بل بسط لهم رداءه صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام البعض يقول يعني أنه ميع الدين، ألا يعتز الإنسان بعقيدته؟ من قال أن هناك تميعا؟ أنا أريد أن أتعامل مع الآخرين من خلال القواسم المشتركة التي تضمن احترام الناس واختياراتهم. عنوان الخطبة وطن التعايش. هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 195 جنسية وثقافة. طيب، كل واحد له اختياره، أنت كيف توصل الناس إلى ما تدين الله به، ما تعتقد أنه حق، من خلال اللطف، التعامل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله يقول تبروهم، البر، اللطف، الأنس مع المخالف لك. كيف لي أن أدخل في دين أنا لا أعرف تفاصيله ولا تضاعيفه؟ كيف لي أن أقبل دين هو لا يقبل بي ويأمر بقتلي؟ هكذا يروج الإعلام حتى ينفر الناس من الدين. ينبغي أن نكون يعني محمديين في التعامل. وهذا لاحظوا، أنا أقول هنا أرقام على مستوى دبي. دبي إن شئتم ارجعوا إلى الأرقام، في كل يوم بل في كل شهر بل في كل سنة عدد الداخلين في الإسلام يتزايد. بسبب ماذا؟ أخبرونا عن دينكم، ما هذا الدين، لماذا هكذا؟ لأن هناك تغييبا، بل إن هناك في العالم يعني ابتعاد عن معنى التدين بسبب التشويه الإعلامي. فعندما يرون معاملة لطيفة في رمضان، ترون كيف أن المسلمين هنا كيف يشاركون غير المسلمين حتى في الإفطار، يسألون ما هذا، يتعجبون. هذه أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاق القرآن. هناك نصوص كثيرة على التعايش والتعارف، لكن الوقت ضيق. ما أريده أيها الإخوة، ينبغي أن لا يضيق الإنسان ذرعا بغيره. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه له كلمة بديعة يقول الإنسان صنفان، إما نظير لك في الخلق، أخوك في الإنسانية، كلنا لآدم وآدم من تراب. وقال هذا صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، إن أباكم واحد وإن دينكم واحد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا، يحدثنا عن القواسم المشتركة. الإنسان صنفان، إما نظير لك في الخلق، أخوك في الإنسانية، وإما أخ لك في الدين. فإن لم يكن أخا لك في الدين فهو نظير لك في أخوك في الإنسانية، أبوه آدم وأبوك آدم. حدثوا عن القواسم المشتركة. والله عبر عن هذا في القرآن الكريم، قال عند الحوار مع غير المسلمين، انظروا ما أعظم هذا البيان القرآني، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما أجمل القرآن الكريم،
وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ليس هناك تقاتل. عندما أجلس مع رجل نصراني أحدثه عن مكانة السيد المسيح عندنا نحن المسلمين، أحدثه عن مكانة السيدة مريم عندنا نحن المسلمين، وكيف أنها محترمة وأن الله اصطفاها على نساء العالمين، هو يتعجب يقول ما هذا الدين. أو حديث أنني لا أكون مؤمنا ولا مسلما حتى أؤمن بسيدنا عيسى. أما عندما يستمع مثلا في الطرف الآخر أن السيدة مريم تتهم وأن الآخرين عبارة أنهم غير موجودين كذا، فرق كبير. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. لذلك إذا أردنا أن نتحدث عن التعايش ينبغي أن نحترم اختيارات الناس حتى نكون في أمن وأمان. أما لو قام كل واحد يريد أن ينعى على الآخر اختياره لقامت مشكلة. وكان أول من كتب وثيقة المواطنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد هو أول من كتب وثيقة المواطنة لما دخل المدينة المنورة، كان فيها وثنيون وكان فيها يهود، فعقد معهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما أجبرهم على الدخول في الإسلام أبدا، عقد معهم وثيقة، كتب اتفاقية أن من أراد أن يدخل في الإسلام حي هلا وألف ألف مرحبا، ومن أراد أن يبقى على دينه واختياره لا إكراه في الدين، هو حر في هذا، لكن هناك مسؤولية باعتباره أنه لا يشارك في حرب ولا دفاع، ولا نحن نقوم بهذا عنه، حربنا واحدة وسلمنا واحدة. كلام رائع يكتب بماء الذهب. ما أحوجنا أن نعود إلى ثقافة القرآن، إلى ثقافة احترام الآخرين. اللهم ألهمنا الرشد وجنبنا الزلل، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأعتذر عن درس الجمعة، وأنا إن شاء الله تعالى أغيب عنكم 3 أسابيع في إجازة خاصة، طالبا منكم الدعاء في ظهر الغيب. وقبل أن أبدأ بالدعاء أيها الإخوة الكرام، إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة التعايش انظروا إلى سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتعامل مع خصومه. تعلمون أو لا تعلمون أن 9 آيات تتلى إلى يوم القيامة، 9 آيات في سورة النساء نزلت تبرئ رجلا كان من أشد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، اتهم بالسرقة، اسمه زيد السمين. هذا الرجل كان حاول اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، وهو يهودي، لكن بعض المنافقين سرق كيسا من الطحين، كما قصة طويلة، فوجد أن هذا الكيس الدقيق مثقوب، فرأى أن الآثار سوف يعني تدل على أنه هو السارق، فغير اتجاه الطريق حتى وضع كيس الدقيق أمام بيت هذا اليهودي. وفي الصباح ليست هناك أدلة جنائية ولا مسح جنائي، ولا الأدلة المنطقية في زمانهم كلها تشير إلى من؟ إلى هذا بيت هذا الرجل الذي كان حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كاد يعني أن يأخذ الحكم، فنزل القرآن الكريم يبرئ هذا الإنسان مع كونه من أشد الأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام، ويعاتب رسول الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تدافع عن السارق والخائن هذا المنافق، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إلى آخر الآيات. تبرئ من؟ تبرئ إنسان غير مسلم. يقول سيدنا رسول الله لابن عمر: إذا طبخت لحما مرقة، ما قال له لحمي، ما كان الأمر كان عزيزا،
إذا كما في الصحيحين، فأكثر مرقها، كثر المرأة. وتعاهد جارنا اليهودي مرت جنازة صلى الله على سيد البشر وفخر ربيعة ومضر وعلى آله وأصحابه، قام لها قال يا رسول الله هذا يهودي، قال أليست نفسا؟ هذه أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن نبيع الأمور ودون أن لا تعتز بدينك ودون أن لا تفخر بعقيدتك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الرشد وأن يجنبنا الزلل. توجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم، سلوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا من عبادك الشاكرين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اشف وعاف جميع المرضى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم.